سير اباء والسؤال اللي طرحتي باش اش نقول لك انا صحبت الفريق كان شويه كان فقد شويه الثقه ضيع عناصر الشبان خدمه الخصم قسم التجربه خصم العناصر كانوا غيدعمهم ولكن بالحماس ديال المكتب المسير اللي وفر جميع الشروط صراحه لان كل مقابله كندخل كونسونطراسيون خاطئ اكادير البريمات كيعطيهم لنا في الوقت يعني دري تحمسوا جا واحد مورا الشكل بدلنا واحد شويه السيستيم يعني حتى الاخوه اللي سبقوني في المدربين داروا المجهود ديالهم ساكن كنشرب في هذه المناسبه الدراري اللي لقيتهم ما جبت حتى شي واحد لقيت الناس اللي ربيتهم يعني دري مزيانين خاصهم شويه تجربه داكشي اش طاحوا في الفراغ ولكن الحمد لله في المقابلات الاخرين الدراري داروا اكثر من جهد وداروا مقابلات رائعه في سيدي بنور كونتر ايت من كونتر موليت مراكش ضد اسفي يعني مقابله كانت في مستوى الحسنيه المقابله اللي كانت اسفي ديال زاكوري كنا نفوزوا بها بخمسه ولا اربعه على الاقل ما كانش الدراري في نهارهم التركيز خانهم الحمد لله المقابلات الاخيره في اسفي كانوا لعبوا مقابله رجوليه واليوم كياكدوا اليوم كتشوف اللاعبين في المستوى صراحه اللياقه البدنيه مزيانه وشبان ديال التكوين ديال الباحات الجديده يعني مقابله كانت سهله ومقابله مصيريه يعني ماشي مقابله عاديه كان خصهم يفوزوا حنا نتعادلوا بصراحه الطريقه اللي مش خدمنا الاسبوع كامل حيدنا من الضغط حنا شويه كانت لومبيونس كانت الحكومه ما كانتش تضغط عليهم ما كانش تقريبا ولا حاجه حتى في الوطن ما كانش ديرينيو كثر الا كل المقابله حتى يطبقوا التعليمات وكانوا في المستوى الحمد لله. سي فتحي واش يمكن يستمر سي فتحي مع اتحاد فتحي مسكين الموسم القادم ان شاء الله؟ السؤال سابق الاول دابا حنا في الفرحه ديال المكتب المسير نشوفوا مالو البروجي اللي غيدو العام اللي فات العام الجاي ان شاء الله اذا كان بالامكان عندهم امكانيات باش يخدموا مرحبا علاش لا لانه اول هذا الفريق اللي لعبت فيه 10 سنوات ثانيا ابناء ديالي كلهم كيشوفوا فيه مزيان يعني باش نتغرى في مدن اخرى يعني فريق اولى ولكن نظرا في الطبيعه ديال الظروف الامكانيات القليله اللي كتجي من البلديه ومن الجهات هنايا ماشي بحال اللي فريق اللي غيلعب لوبجيكتيف ديال لابونتي خاصو على الاقل 150 مليون عادي يهضر يعني ما بين 150 مليون و 200 مليون هو باش كيفيزي لوبجيكتيف ديال لابونتي اما الا غادي نجيو